أعلن صندوق العمل تمكين عن التعاون مع الأكاديمية العالمية الرائدة في مجال التدريب التكنولوجي جنرال أسمبلي ومعهد البحرين للدراسات المصرفية لتطوير برامج تدريبية تقنية متخصصة لتدريب حوالي 1200 بحريني خلال العامين القادمين. نعم، يأتي هذا التعاون بهدف تنمية مهارات الكوادر البحرينية وإعادة صقلها عبر العديد من الدورات في مجالات التكنولوجيا المهمة، حيث ستساهم هذه المبادرة في خلق البيئة المناسبة لتطوير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. في هذا الصدد أكد السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أن الصندوق يلعب دورا فاعلا في الاستراتيجية الوطنية للتعافي الاقتصادي من خلال تحفيز وتشجيع التوظيف والتدريب الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات والاستثمار في الاقتصاد الوطني. من جانبه أكد الدكتور أحمد الشيخ مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية أن المعهد ملتزم تماما بتدريب وتطوير كوادر بحرينية على مستوى عال من الاحترافية لتزويد سوق العمل بالكفاءات المطلوبة في المجالات التقنية.